مبروك الفوز كابتن، شلون شفت اداء اللاعبين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بداية اشكر معرض الكره العراقي على تغطيته الادوار النهائيه المؤهل للدوري الممتاز. اعتقد اليوم كره القدم نصفت نادي ميسان بعد المباراه الثلاث مباريات اللي اديناها اكثر من رائعه. اعتقد اليوم كللنا جهود اللاعبين بالفوز على نادي كربلاء 4-3، وانت شفت ضربه الجزاء الاخيره اعتقد جامل بها نادي كربلاء. سجلتوا 4 اهداف وتلقيتوا 3، اداء الدفاع كان مميز بالمباراه؟ لا اداء الدفاع كان جيد جدا. احنا ما كان ينقصنا بالمباريات الفائده هي اللمسه الاخيره اللي تواجدت المباراه اليوم. نشكر اللاعبين، نشكر الكادر الاداري، نشكر كل اللاعبين على اللي قدموه اليوم المباراة الساقمه ان شاء الله. عاد الامل الى نادي ميسان بالتاهل؟ والله بعد اعتقد تعتمد على النتائج المباراه اليوم اللي بين غازي الشمال وسامره والجنسيه والقاسم. الحمد لله وشكر الله يبارك فيك حبيبي، والله تعبنا يعني هلكنا، والحكام هم ما يعني تقول قول طيح انتقام عليك والله العظيم. قولنا قول رمي ظل ما يطينا، وهسه اخر شيء جزاء، والحمد لله والشكر حصلنا 3 نقاط. شلون شفت اداء اللاعبين؟ والله اداء يعني ما تصورنا هيك شيء عن لاعبين، واغلب لاعبيننا كانوا يعني ما يلعبون هاي اللعبه يعني اول مباراه لهم، وال يعني اداء كلش رائع. الف مبروك. الله يبارك فيك حبيبي، مشكور. اسمك كابتن؟ عبد الله احمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وشكر. فريقنا قدم، لكن هاي حال كره القدم، فوز وخساره. ما توفقنا، احنا خسرنا 6 نقاط بالبدايه، كنا مستحقين امام سامراء وامام الغاز، بس هاي حال كره القدم الحمد لله. اليوم سجلتوا هدفين بس بالمقابل تلقيتوا 3 اهداف. قلت لك كره القدم اخطاء، يعني الفريق اللي ضيع فرص تجي يستقبل اهداف، احنا ما استغلينا الفرص اللي اجتنا. كانت لك اخطاء دفاعيه بالمباراه؟ مو اخطاء دفاعيه، وانما يعني ما اقول لك تصير باخطاء بكرة القدم كله، يعني كل قلت لك انا اذا ما نسجل احنا نستقبل، هاي كرة القدم. بس شنو اللي كان ينقص اداء نادي كربلاء؟ ما ينقصهم يعني، طبعا شكرا للادارة، شكرا للكادر التدريبي، شكرا لهاي الجماهير اللي طبعا ما وافيناها، احنا نعتذر من عندهم. يعني تعرف كرة القدم ما تنصف مرات، فالحمد لله وشكرا على كل حال.